ترنيمة وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيمة وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي سود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيمة جديدة برنم للرب، وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود، ترنيمة وعود. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام المسيح معكم، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم ترنيمة وعود. وترنيمتنا اليوم هي ترنيمة تسبيح اسمها قدوس. الكلام اللي قال عنه أشعيا في الإصحاح السادس لما تنبأ وقال إنه لما رأى رؤية عظيمة، إنه شاف السيد وهو جالس ومرتفع وعلى العرش، شاف وصف المشهد في المحضر الإلهي، وشاف أقرب الكائنات إله بتقول له السيروفين بترنم وبتقول له قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الأرض. هاي أقرب كائنات قدرت تشوف الله فبتقول له قدوس. يا ترى أنا وإنت اليوم لما نسبح منقول قدوس، شو شايفين من هذا المجد وشو عارفين؟ بقول عشان أشجعك ترفع عينيك أكتر، وإنت بتقول قدوس أعرف إنه قولك لهالكلمة ما بيعطيها حقها، لأنك بتنمو فيها كل يوم. كل ما بتقول قدوس تذكر إنه هالقدوس إله علي وعليك واجبات. فوأنت بتسبح بتقول قدوس قدوس قدوس، تذكر إنه هالقدوس بيتطلب قداسة، بيتطلب تكريس، بيتطلب تخصيص. فنتخصص. أنا بصلي إلك وإلك وإلي اللي بتسمعني اليوم وبتشوفني، إنه يا رب اجعلنا مستحقين أن نقول قدوس يا سيد. أعطينا قداسة وكرسنا لمجد اسمك يا رب. خلينا نعرف نسبحك صح، خلينا وإحنا في محضرك نقول لك قدوس 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 كما رأوك السيروفيم يا سيد. أعطينا هذه الرؤية يا رب، إنه نقدر نقول لك بكل أمانة قدوس قدوس قدوس، وبكل ثقة عارفين من هو القدوس الذي نعبده، حتى تكون تسبيحاتنا يا رب إلها معنى أكتر عنا. وباركك وعظمك ومجدك، فأنت القدوس الذي لا شريك لك في قدسك. مبارك اسمك، مبارك اسمك. ترنيمة وعود. قدوس 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 رب الجنود مجده
المقام اللي استعملته في قدوس هو الاف ميجر او مقام الفا، عجم الفا. لاحظتوا استعمال الكوردز، الكوردز مش مستعمل كتير على العود، لكن في بعض الأحيان بتقدر تستعملها لما بيسمح المجال. كورد أو أكورد الفا، وعادة في الترانيم اللي بنسمعها معظمها بتستعمل كورد الون والفور والفايف، واحد وأربعة وخمسة، اللي بيعني إنه إذا كنت في الكي أو الفا، إذا كان ارتكاز الترنيمي على الفا على الاف، اف جي اي بي، البي بتكون بي فلات، الدرجة الرابعة، والدرجة الخامسة اللي هي السي، اف فا سول لا سي دو أو سي. طبعا كل الكوردز ميجر كوردز، فا بي فلات سي فا. بإمكانك تستعمل كتير من الترنيم على درجة الفا لو بتناسب صوتك أو صوتك، ولو كنت في أي كي تاني أو أي درجة تانية اتذكر الواحد وأربعة وخمسة، ترتيب الكوردز اللي مش شرط تستعمل دائما، لكن في 90% من الترنيم تستعمل هاي البروغريشن أو هذا السيكونس من الكوردز. يا رب تكون هالمعلومات تستفيدوا منها في ترانيمكم، في تأليفكم للترانيم. وبترككم مع تقسيمة عود. سلام المسيح يكون معكم ويدوم فيكم دائما. Thank you.
Thank you.